مئات المشيعين في وداع جثماني الشهيدين أحمد حلاوي ومحمد جود في مخيم خندنون جنوب دمشق إلى جانب زميلهما الشهيد محمود بلاوني في اليرموك. تشيع تحول إلى احتفال بتضحيات يكملها جيل شاب من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا على طريق القدس. المخيم الذي قدم مئات الشهداء والجرحى في معارك المقاومة الفلسطينية منذ أكثر من نصف قرن يكمل الدرب الذي شقه أبطال طوفان الأقصى ووحدات الساحات. وهم اليوم ثلاثة أقمار من الساحة السورية من مخيمات الفلسطينية في سوريا ينضمون إلى كوكبة الأحد عشر قمرا ليصبح العدد الكامل 14 قمرا على طريق تحرير فلسطين. يثبت الشباب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في سوريا أنه جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية وأن خياره هو خيار البندقية. حكايات بطولة معمدة بالدم يرويها ذوو الشهداء لم تبدل في قناعاتهم سنوات قاسية واجهوا فيها ويلات الحرب واضطر عشرات الآلاف منهم إلى النزوح داخل سوريا وخارجها. بقي الهدف نحو فلسطين. طلع أول مرة وثاني مرة وثالث مرة الرابعة صوب فيها قاعد بالبيت شي 15 يوم بدي يقوم بدي يروح رد رجع مرة ثانية وقال لي الصبح قبل ما يروح قال لي بابا أنا ما رجع أنا رايح استشهد. قلت له قال لي والله راح استشهد وماني راجع. قال لي أول مرة ما استشهد ثاني مرة ما استشهد وأنا لو عندي غيره بس ما عندي غيره كان قدمت بس ما عندي غيره والله الحمد لله. يعيش فلسطينيو سوريا الحدث في غزة وجنوبي لبنان على مدار الساعة، نظموا وقفات وتجمعات تضامن وإسناد وبذلوا دما مؤازرة ودعما لطوفان الأقصى. لم تتأخر المخيمات الفلسطينية في سوريا يوما عن العمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق الكفاح المسلح قبل نحو 6 عقود، مسيرة يكملها أبناء المخيمات اليوم دعما لطوفان الأقصى. محمد الخضر من مخيم اليرموك بدمشق، الميادين.